طيب في الأول يا دكتور عايزين نعرف السمنة بتحصل إزاي؟ في ناس بتقول إنها بتتخن من الهواء، وفي ناس بتقول إن هي بتاكل كتير ومش بتتخن، وفي ناس ممكن تقول ده أنا لما بشرب مية بس بتخن. احنا عايزين بقى نعرف الأسباب الحقيقية اللي بتسبب السمنة. الحقيقة أنت لمستي جزء مهم جدا جدا، لأن أنا عايز أطمن أي حد ما يقولش كده على نفسه. أنا بتخن من المية، أنا بتخن من الهواء، أنا الحرق عندي ضعيف، أنا الكلام ده كله. ده أنا لو فكرت في الأكل بس. بس بالظبط، ده كله كلام مش حقيقي. ده كلام كله. شعب أكيل يا دكتور، بيحب الأكل دايما. بناكل فالكلام ده على فكره يا مروه بيحبط. يعني يقعد يقول لنفسه انا مش عارف ايه، انا ما بحرقش. السمنه بمنتهى البساطه اكيد بنسبه 95-96% انت اكلت كتير على مدار عمر، على مدار عمر طويل جسمك اخد الطاقه اللي هو محتاجها من الاكل اللي انت اكلته. الاكل ده كان اكتر من الطاقه اللي هو محتاجها. سي مثلا جسمك محتاج 2000 سعر حراري، انت كنت بتاخد 3000، جسمك بياخد ال 2000 ويخزن ال 1000. ما بالك بقى كمان البني ادم الطبيعي، مثلا لو انت جسمك محتاج 2000 بس عاداتك الغذائيه غلط، ايفن حتى لو خدت ال 2000 انت ما بتاكلش كتير اهو، وما بتاكلش بشكل منتظم، هيتراكم منهم جزء برضه لان الاله دي مش شغاله صح. فبالتالي السمنه هي زياده في الوزن نتيجه اكل اكتر من حاجتك، جسمك خاطئ. استفاد من جزء منها وتراكم الباقي. طبعا ليها اضرار. بالظبط. الحاجه الثانيه نتيجه العادات الغذائيه الغلط، انت معدتك بدات تتسع. احنا عاوزين نعرف يعني ايه شبع. الشبع هو المعده فيها مستقبلات للتمدد. مجرد ما المعده يعني بين فتره والثانيه بحس ان معدتي بتتمدد، وانت بتاكلي لا 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 وانت بتاكلي وانت بتاكلي تمام. فجسمك بيوصل لمده 15 دقيقه توصل رساله شبع للمخ. فبالتالي عشان المعده تمتلئ، في معده مليانه نتيجه العادات الغذائيه الغلط، كبرت اصلا، كبرت تمام، مقاسها كبير. جراحين السمنه حتى لما بيخشوا يجي يقول لك ده معدته 3 لتر يا خبر، المعده مثلا ما تزيدش عن 700-800 مللي. 3 لتر دي يعني 3 ازايز مثلا من اللي هي اللتر، تخيلي دي معده. فبالتالي ده عشان ياكل ويشبع لازم ياكل اكله جامده جدا عشان يشبع. فبالتالي مش هيشبع، فبالتالي بياكل ياكل ياكل لحد ما يشعر بالشبع. تمام.